كوريا الشمالية ماضية في تحديات صاروخية. أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً بتقنيات جديدة عابر للقارات، وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب، ما قد يساهم في تهجيج التوتر في المنطقة. وقال الزعيم كيم جونغ أون إن السلاح الاستراتيجي الجديد سوف يؤدي مهمته وواجب كرادع نووي قوي في أي حرب مقبلة، وشدد على أن بلاده جاهزة لاحتواء أي محاولة عسكرية من جانب الولايات المتحدة، وأشار أيضا إلى أن قواته مستعدة لمواجهة طويلة الأمد مع واشنطن. الصاروخ واسونفو 17 أو ما يسمى بالصاروخ الوحش هو النسخة المطورة بميزات قوية للصاروخ واتسون 15 الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2017 والذي يمكنه الوصول إلى الأراضي الأمريكية. التجربة الجديدة هي واحدة من أكثر من 10 تجارب صاروخية أجرتها الدولة الآسيوية هذا العام، وتمثل عودة لتجارب الصواريخ الطويلة المدى، خاصة وأنها تمتلك ترسانة صاروخية كبيرة بعيدة المدى وفوق صوتية وعابرة للقارات يصل مداها لآلاف الكيلومترات، ويمكن تزويدها برؤوس نووية. وتسود الخشية من إمكانية إشعال البلد النووي منطقة شرق آسيا بعد تزايد تجاربه العسكرية، فيما ينشغل العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الدولية الخطيرة وما تفرز من تجاذبات دولية.